السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخوتي في الله اخواتي في الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فتقوى الله هي العاصمه من كل قاسمه وعد الله اهل التقوى باليسر من بعد كل ضيق وعسر فقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا فاللهم يسر امورنا وعد الله اهل التقوى بالفرج من بعد كل ضيق وعنه وحرج فقال عز من قائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم اوجد لكل مكروب ومغموم ومهموم ومأسور ومديون ومريض فرجا قريبا ومخرجا. اللهم اوجد لامتي لامة خليلك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا. اللهم وارزقنا بالحلال الطيب من حيث لا نحتسب واجعلنا لك من الشاكرين واجعل رزقنا كله حلالا واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك امين احبتي في الله عود حميد الى برنامجكم قال الحكيم وهذه هي الحلقه السادسه عشر من هذه السلسله المباركه وما زال الحديث بنا موصولا مع المواعظ اللقمانية وكان آخر ما وقفنا عنده من موعظة لقمان الحكيم لولده ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقفنا في الحلقة الماضية مع صدر الكلام ولا تمشي في الأرض مرحا فتكلمنا عن التواضع وعن المتواضعين وحذرنا من خلال آيات القرآن والسنة وأقوال السلف من الكبر ومن المتكبرين واليوم سنقف مع قوله واقصد في مشيك عنوان الحلقة واقصد في مشيك أو إن شئت فسميها آداب المشي تعرف يا عبد الله أن ديننا دين الخلق تعرف أن ديننا دين الأدب وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا وعلمنا كل شيء أدبنا في الطعام هناك ما يسمى بآداب الطعام بآداب الشراب بآداب اللباس بآداب الكلام باداب المشي باداب كيت وكيت وكيت صنف وفن من فنون علوم الشريعه صنف فيه العلماء مصنفات هل للمشي اداب الجواب نعم لقمان يعلم ولده شيئا من اداب المشي يقول له واقصد في مشيك فما هي اداب المشي الادب الاول المشي بالتواضع، المشي بتواضع، المشي بغير كبر ولا تبخطر ولا تماوت ولا اختيال، الأدب الأول من آداب المشي المشي بتواضع، أثنى الله عز وجل على هؤلاء الذين يمشون بتواضع، يبتسمون في وجوه الناس يسلمون على من يعرفون وعلى من لا يعرفون يغضون بصرهم لا يتبخترون ولا يختالون في المشيه فقال جل جلاله عنهم في سوره الفرقان واسمع وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن الكمل هم الذين يمشون على الأرض بتواضع، يمشون على الأرض هونا، وإذا عدا عليهم سفيه بكلمة نابية لا ينزلون إلى مستواه، إنما يقولون سلاما. يعني يعتزلون هذا الباطل وهذا السفه وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وهنا في سوره لقمان يعلم لقمان ولده ان يمشي بتواضع فيقول ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وفي القرآن أيضا آية وبخ الله بها المتبخترين المختالين المنتفخين في مشيتهم فقال عز من قائل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يا متعجرف يا من تجر ثوبك من ورائك اختيالا يا من تسبل إزارك وثيابك اختيالا يا من تمشي تتبختر كالبطل العرجاء انك لن تخرق الارض يا ضعيف يا مسكين يا من خرجت من بو من مجرى البول يا من تنتنك عرقه وتقتلك شرقه وتقلقك برقه ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وفي السنه روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه من تواضع لله رفعه يعني جعل له رفعة في الآخرة وجعل له مكانة في قلوب الناس في الدنيا الناس يحبون أهل التواضع ويبغضون اهل الكبر والاختيال قلت لكم في الحلقه الماضيه ان المتكبر مريض ممقوت مبغوض عند الله عز وجل وعند الملائكه وعند الناس وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه لابس بدلة شيك ب 20 30 ألف جنيه لابس عباية لابس مشلح وغطرة ومش عارف قميص تحتها وزراير ذهب وبتاع لابس له كده توب يخش له في 50 ألف ريال ولا حاجة الساعة لوحدها لها ب 50 60 ألف ريال ماشي كده لابس حلة تعجبه نفسه منفوخ شوية مرجل جمته عامل تسريحة حلوة وبتاعه ومظبط نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة أعوذ بالله بينما رجل يمشي في حلة في صوب غالي نفيس منفوخ الناس بتلبس موديل سياراتها راكب عربية بمليون تلاقيها يبص كده عربية راكب عربية اردة السلام عليكم ورحمة الله الناس نفوسها بتنتفخ بما تلبس وتأكل وتركب فصاحبنا أعوذ بالله الراجل ده مش صاحبنا ولا حاجة النبي قال عنه بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته يعني بيمشي باختيال وتعاظم اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه عارف يعني ايه يتجلجل؟ الجلجله يعني حركه مع صوت يعني هو في البرزخ ده عذابه ينزل يخسف به في الارض ويصعد مش في مش في خط مستقيم ويصرخ باعلى صوته وهذا عذابه في قبره الى يوم القيامه عياذا بالله تعالى واشهر من خرج في حله تعجبه نفسه ومشى باختيال وتكبر وتعاظم قارون فخرج على قومه في زينته راكب بقى العرب المذهبه والسراج المذهب اللي بيجر به الفرس هو فرس واحد عدة خيول وحواليه الخدم والحشم والمنافقين والطبالين لدرجة أن الناس البسطاء قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هي دي الناس اللي عايشة يا عم يا شايف العربية ده بيغير كور لسانة عربية ده عنده عشرة خمستاشر عربية دي بكم مليون دولار ودي بكم مليون دولار انت عارف البدلة اللي لابسها دي بكم الف دولار انت عارف ساعته بكم الف دولار نحو هذا الكلام يا ليتنا مثل ما اوتي قارون النتيجة ايه فخسفنا به وبداره الارض اشهر من خرج متبخترا مختالا متعاظما في نفسه قارون خسف الله به الارض وروى الامام احمد في مسنده والبخاري والحاكم والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته الا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان ده اللي في قلبه يا اخواننا مثقال ذره من كبر يدخل النار ما من رجل يتعاظم في نفسه منفوخ كده يتعاظم في نفسه حاسس نفسه ما في زيه حاسس نفسه هو يعني عبقري زمانه ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان المطرف ابن عبد الله ابن الشخير نظر إلى الأمير المهلب ابن ابي صفره وعلى المهلب حله يسحبها ويمشي الخيلاء تلقى الامير لابس لعباية عبايه وبتجر وراه في الارض بيلم تراب الشارع يا عمي لا تسبل ازارك يا ابني يا حبيبي لا تسبل ازارك اسبال الازار حرام على الراجح من اقوال اهل العلم واضعف ما يقال فيه أنه مكروه وأنه حرام بالإجماع إذا كان سببًا في الاختيال لكنه حرام على كل حال هذا هو الراجح عند أكثر أهل العلم فالعبد الله ابن المطرف ابن عبد الله بن الشخير عالم لقى المهلب الأمير البطل المنتصر ده لابس كده عباية يسحبها ويمشي الخيلاء فقال يا أبا عبد الله ما هذه المشيه التي يبغضها الله ورسوله فقال المهلب اما تعرفني تعرف بتكلم مين انت اما تعرفني فقال بل اعرفك اولك نطفه مذره اخرك جيفه قذره وحشوك فيما بين ذلك بول وعذره قال انا عارفك كويس قوي مش انت اللي خرجت من مجرى البول مش انت اللي اصلك ماء مهين مش انت اللي في القبر بعد ثلاثة ايام جيفة منتنة اولك نطفة مذرة اخرك جيفة قذرة وتحمل في حشاياك العذرة يعني النجاسة اعزكم الله هذا وقد ذم الله جل جلاله المتكبرين في قرآنه كثيراً وذم المتكبرين في حديث قدسي عجيب لعلك تسمعه لاول مره اسمع روى الامام احمد وابن ماجه وصححه العلامه الالباني رحمه الله تعالى عن بسر بن جحاش رضي الله عنه وعن جميع الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع اصحابه فبسق في كفه ثم وضع اصبعه عليها وقال يقول الله تعالى انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه الماء المهين يشبه هذه البسقه الله يقول يا ابن ادم انا تعجزني تفكرني لا أقدر عليك وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت ومشي بين بردين وللأرض منك وإيد يعني كما يقول العامة في مصر ماشي يقول يا أرض اتهدي معلك ادي حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللارض منك وائد جمعت ومنعت حتى اذا بلغت الحلقوم قلت اتصدق الان وان اوان الصدقه الانسان ضعيف قال تعالى وخلق الانسان ضعيفا المتكبر هذا مغفل كما قال الحسن البصري أف لك يا ابن آدم تمسح الخرأ عن نفسك في كل يوم مرة أو مرتين بيديك ثم تعارض جبار السماوات والأرض إخي بص لنفسك في الحمام يا أخي على أي شيء تنتفخ وتنتفش وتتكبر فأول أدب من آداب المشي واحد المشي بتواضع اتنين القاء السلام روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير والراكب على الماشي افشوا السلام بينكم ديننا الاسلام وتحيته السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه كلما حييت بها مسلما كتب لك بها ثلاثون حسنة تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تحية جميع الأنبياء السلام عليكم ورحمة الله ومن الأدب أن يبدأ بالسلام الصغير يسلم على الكبير أربعة ماشيين وقابلهم عشرة، القليل يسلم على الكثير، اللي ماشي يسلم على القاعد، اللي راكب يسلم على الماشي، راكب السيارة وجارك ماشي جنبك، ابدأ أنت. حتى لا يظن أنك تتأخر تكبراً بسيارتك، شوف النبي محمد طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. ثلاثة من آداب المشي غض البصر واماطه الاذى عن الطريق روى الشيخان في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي على طريق فوجد غصن شوك فاخره فشكر الله له فغفر له الله اكبر وفي رواية أخرى قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أخره عن الطريق من أسباب المغفرة إماطة الأذى عن الطريق يا إخوانا واحد دخل الجنة اللي الحسنة اللي خلت ميزانه يرجح نشف غصن شوك في الشارع أم ركنه على جنب فأنت إذا مشيت فوجدت حجرا زجاجا محطما نحيه عن الطريق غصن شوك نحيه عن الطريق هذا من ادب الاسلام وهذا من رعايه المسلم لاخوانه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم ده سلام وامان ورحمه ما عندوش انا وبعد الطوفان مش انا عديت؟ ماكش ما تولع، انا مالي؟ لا وجدت اذى نحه هذا من اداب المشي. اربعه من اداب المشي الا تمشي في نعل واحده. سعادتك ماشي فحذاء انقطع ما ترميهوش وتمشي بفرده واحده ما ينفعش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى شوف النبي بيعلمك حتى ازاي تلبس الجزمه وازاي تقلعها السنه النبويه ما سابتش حاجه ابدا والصحابه نقلوا عن النبي كل حاجه نقلوا السنن ونقلوا حتى العادات يا رجل ده عده كم شعر بيضة في صلى الله عليه وسلم وفي إنسان على وجه الأرض حصل معاه كده غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا رواه مسلم يعني إيه؟ يعني أنت ماشي الحذاء فردا قطعت منه لا تصلحها وتلبس في الرجلين الاثنين القدمين لا تمشي حافي كذا روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعة ولا يمشي في خف واحد رواه مسلم طب ليه بقى أنا ماشي النعل أعزكم الله انقطع أقوم أصلحه وامشي بالاثنين لا إما امشي حافي ليه الجواب لأن لأن كونك تمشي بنعل واحدة هذا فيه ظلم لبعض البدن رجل لابسة ورجل حفي هذا فيه ظلم لبعض البدن شأنه كشأن القزعة العيال اللي بتحلق كابوريا وجمبري الواد اللي بيحلق ما تعرفش عامل زي الديك الشركسي تلاقي حليق لك الحتة دي وحليق لك الحتة دي ومربي شوية هنا يعني شكله والله يهلك من الضحك، لا هو فاكر نفسه ايه؟ يعني ما حصلش وهو شكله مسخة يهلك من الضحك. القزع ده ربنا نهى عنه. القزع ده ربنا نهى عنه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طب إيه ليه؟ ليه؟ ليه القزع حرام؟ لأن فيه ظلم لبعض الرأس. الجزء ده متغطي وده عريان. شمس تنقحك هنا. والبرد الساعة أحك هنا تظلم نفسك من كمال حب الله للعدل أنه نهاك حتى عن ظلم نفسك جل جلاله ما تمشيش في نعل واحدة هذا فيه ظلم لبعض البدن ما تحلقش جزء وتسيب جزء لا تطول شعرك كله لا تأثره على مستوى واحد كله لأن هذا فيه ظلم لبعض البدن ثم هذا ينافي وقار المسلم الراجل العبيض ده اللي ماشي بفردة جزمة واحدة هذا ينافي وقار المسلم ايه هذا العبيط ده اللي حلق هنا وهنا وسيب هنا هذا ينافي وقار المسلم ثم هذه مشيه الشيطان اسمع اخرج الامام الطحاوي في مشكل الاثار والحديث صححه العلامه الالباني في الصحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يمشي في النعل الواحده فمن اداب المشي الا تمشي في نعل واحد يعني يبقى قدم تلبس النعل وقدم حافيه لا خمسه من اداب المشي عدم الالتفات لغير حاجه تلاقي واحد كده مروش ماشي ملا ما ما تستقر يا اخي ما تغض بصرك وبص قدامك اخرج الامام الحاكم وابن سعد وصححه الالباني قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى لم يلتفت لو في ضروره هلتفت حد بينده لي سمع صوت سياره قادمه من خلفي هلتفت ما في ضروره بص قدامك يا اخي وبص لمستقبلك وامشي، طب ليه النبي ما كانش يلتفت؟ ليه نهانا عن كثره التلفت اثناء المشي؟ الجواب هذا يجعل الناس يشكون في امرك. عمال تلتفت متوجس فيه ايه؟ انت ايه المصيبه اللي جايبها؟ وبعدين قد تصطدم بشيء وبعدين ليس فيه وقار المسلم في مشيه. سته من اداب المشي عدم التمارض. عدم التماوت في المشي بل امشي بقوة وعليك سكينة ووقار تلاقي عيل كده ماشي بيجر رجله حس ان عيل مريض ماشي بيجر رجليه كده متماوت في مشيته ده مش من آداب الإسلام في المشي متمارض في مشيته يا ابني ده مش من آداب الإسلام في المشي سيدنا عمر اللهم ارضى عن عمر رأى عمر شابا يمشي متماوتا متمارضا فسأله أمريض أنت قال تعال هنا يا ابني تعال هنا أنت عيان ماشي مستموت ليه كده أمريض أنت قال لا فرفع عمر الدرة فضربه بها وأمره أن يمشي بقوة قال لا تميتوا علينا ديننا بعض الطيبين يفهم أنه عشان يبقى شيخ ومن مظاهر الزهد أن يمشي يجر رجليه كده متماوت كده لا سيد الزهاد محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي بقوه هقول لك كان بيمشي ازاي صلى الله عليه وسلم. سبعه من اداب المشي المشي بقوه فلا تمشي بتمايل وتكسر هذه مشيه المخنثين حس اللي جاي من بعيد ده ما تعرفش ده أحمد ولا حمدية؟ إيه الواد اللي ماشي كده تحسبه واحدة ست ماشي بيتكسر كده لا لا تمشي بتمايل ولا تكسر هذه مشية المخنثين ولا تمشي هرولة دون حاجة أو داعي ولا تمشي متمارضا متماوتا ولكن امشي بقوة وعليك السكينة والوقار روى مسلم في صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ يعني تكفأ بقى يعني رفع رجليه عن الأرض وذلك لقوة مشيته كأنه يمشي على صدور قدميه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبا كأنه نازل من حتة عالية مش مشي سريع ينافي الوقار بيمد وبيرفع رجله عن الأرض وهو ماشي بقوة وبسكينه ووقار لا بتكسر ولا تمايل ولا تماوت ولا تمارض ولا تبختر ولا اختيال صلى الله عليه وسلم ثمانيه من اداب المشي الا تمشي المراه نعم في وسط الطريق المراه المسلمه لا تخرج من بيتها الا لضروره لان جنتها ومملكتها بيتها وتفعل في بيتها ما لا يستطيعه الف رجل تربيه الاولاد هذه لا يستطيعها الا امراه صالحه الاب يوجه يضع عناوين انما الذي يتولى التربيه حقيقه سيما في زماننا المراه ولذلك لو صلحت النساء لصلحت الامه فاللهم اصلح نساء المسلمين ولذلك الحرب ضروس من قديم جدا على المراه اخرجوها من خدرها من بيتها وسوسوا في اذنها انت نصف المجتمع المراه تساوي الرجل المراه مقدمه على الرجل وافضل من الرجل في ميادين يعجز عنها الرجال والمرأة مؤخرة عن الرجل في ميادين لا يصلح لها الا الرجال. همسوا في اذنها وسوسوا اخرجوها جعلوها تختلط بالرجال، جعلوها تعمل خادمه في البارات، جعلوها تعمل خادمه في الطائرات وما زالوا بها حتى جردوها من حجابها وما زالوا بها حتى القوها على البحار بخرقه. تسطر ما يقبح كشفه وجعلوها كاسية عارية استخدموها في الإعلانات في الأفلام يعمل لك إعلان عن الصراصير عن مبيد الصراصير يجيب لك واحدة ست عمالة تتمايل وتبتسم وترقص إعلان عن الأحذية يجيب لك واحدة ست إعلان عن دورات المياه يجيب لك واحدة ست والله هذه إهانة من آداب الطريق ألا تمشي المرأة في وسط الطريق. لا تمشي في منتصف الطريق. من الذي قال هذا؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان والبيهقي وصححه العلامة الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. ليس للنساء وسط الطريق، ليه؟ حتى لا يكن فتنه للرجال. ده النبي يتكلم في زمانه في زمان الحجاب في زمان النقاب يقول ليس للنساء وسط الطريق. ليه؟ حتى لا يفتن الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال يعني في الصلاه اولها. وشر صفوف الرجال اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشر صفوف النساء اولها ليه لان اخر صف من الرجال كان بيبقى قريب من اول صف من النساء في الصلاه النبي اعتبر القرب ده في الصلاه شر ما في النوادي والجامعات يا رسول الله امال اللي بيقعد اجلسنا على المقاهي شربنا الشيشه والطنباك تلاقي جوزها قاعد ما شاء الله له شنب بريمه كده تقف عليه كتيبه من البقر وزوجته جنبه بتشرب شيشه حاجه عظيمه قوي الى اي حال وصلنا اللهم اصلحنا يا رب كذا روى الامام ابو داود والطبراني والبيهقي وحسنه الالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققنا الطريق علي, علي أن تحققنا الطريق عليكن بحافات الطريق نبي كان عامل في مسجده هو إلى الآن موجود باب للنساء فقط لا يدخل منه إلا النساء ولا يخرج منه إلا النساء قال لهن استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن تضيقن يعني علينا الطريق عليكن بحافات الطريق فمن أدب المشي ألا تمشي المرأة في وسط الطريق وإنما تمشي بحافة الطريق على جنب لا تمشي في وسط الطريق ما أمكن ذلك ما أمكن ذلك تسعة من آداب المشي واسمع واعجب معي اسمع واعجب من آداب المشي ألا تضرب المرأة برجليها عند مشيتها لتظهر لتظهر زينتها ألا تضرب المرأة برجليها عند مشيتها لتظهر زينتها هذا من آداب المشي بل أنزل الله فيه قرآن قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الله امراه كانت تلبس خلخالا وضعت فيه مراكش اشياء تحدث جلبه وصوت وهي محجبه فمرت بالرجال فضربت الارض بقدمه طول ما ماشيه بقى الخلخال بيخبط في هذه المراكش بيعمل صوت التفت اليها الرجال الله انزل في هذا القران ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني صوت يعني اظهار المراه لصوت زينتها للرجال الاجانب حرام بنص القران أعيد ثاني اظهار المراه لصوت زينتها للرجال الاجانب حرام بنص القران فكيف بغنائها يا شيخ وصوت المرأة عورة لا مش عورة صوت المرأة مش عورة يجوز للمرأة أن تكلم الرجال لضرورة لكن بلا تكسر نوع الكلام يكون محترم قال تعالى ولا فلا تخضعنا بالقول قال تعالى وقلنا قولا معروفا فنوعية الكلام قولا معروفا طريقة الكلام من غير خضوع في القول تتكلم في البيع والشراء في الطب والتداوي في التعلم والتعليم عند الضرورة عموما بأدب طب ينفع تغني أسألك أنا أسألك أنا ينفع تؤذن للرجال تقول لي لا لو أنا بصلي بالناس وأخطأت الرجال كيف ينبهون الإمام يقولوا سبحان الله طب الرجال نايمين والنساء انتبهنا كيف ينبهنا الامام قال رسول الله انما جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء تضرب بظهر يد في بطن اخرى عشان تنبه الشيخ اللي ركع اللي سجد من غير ما يركع غلط لمصلحه الصلاه طب ما تقول سبحان الله لا طب ينفع تغني ان كان اظهار صوت زينتها للرجال بنص القرآن حرام فكيف بصوتها وهي في أكمل الزينة وشبه عارية وترقص وتتنطط وتقول حب وغرام ونار وشوق وهيام ثم تجد من يسأل عن الغناء وهو يعلم أنه يسأل عن الغناء الموجود الآن فيقول الله الصحابة قالوا طلع البدر علينا أين هذا من هذا يا كذاب اتق الله عشرة من آداب المشي تقديم ذوي الفضل أنا ماشي مع والدي يمشي هو قدامي وأنا وراه ماشي مع شيخي هو قدامي وأنا وراه ماشي مع واحد أكبر مني هو قدامي أو أنا عن يميني وأنا و... 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 وراه طب لو كان المشي بليل أمشي أنا قدامه عشان أفديه من أي مكروه 11 من آداب المشي عدم المشي أبدا إلى معصية طيب ماشي راح فين أمشي إلى الصلاة أمشي في صلة رحم أمشي لإصلاح بين متخاصمين أمشي لعمرة أو حج أمشي إلى درس علم أمشي إلى عمل الحلال الذي أكسب منه قوتي وقوت أولادي شوف أنت خطواتك راحة فين لأن خطواتك ستكتب لك أو عليك روى مسلم في صحيحه قال رسول الله من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتان احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه، المشي الجوامع يجيب حسنات يمحو الخطايا. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه من بعد الصلاه فذلكم الرباط وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت ديارنا نائيه عن المسجد فاردنا ان نبيع بيوتنا فنتقرب الى المسجد فنهانا رسول الله عن ذلك وقال ان لكم بكل خطوه درجه وقال وكلكم يحفظ بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة رواه أبو داود بل اسمع هذين الحديثين وبهما أختم هدية روى أبو داود والترمذي والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وبتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو الاجر ايه بقى كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الامام فاستمع وانصت ولم يلغ كل خطوه يوم الجمعه هو رايح المسجد بالشكل ده بالعمل ده ربنا يكتب له بها صيام سنة وقيام سنة ثم المشي في حوائج الناس أخرج الطبراني في المعجم وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ولأن أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا ولذلك سيدنا الحسن البصري بعد جماعة من تلاميذه في قضاء حاجة لواحد من إخوانه قال لهم ومروا على ثابت البنان خذوه معكم فمروا على ثابت فقال إني معتكف فعادوا إلى الحسن وقالوا إن ثابت أبى أن يأتي معنا لأنه معتكف قال عودوا إليه وقولوا له إن الحسن يقول لك يا أعيمش يا أعيمش أو ما علمت أن مشيك في حاجة أخيك أفضل لك من حجة بعد حجة يعني من حج النوافل فرجعوا فأخبروه فقطع الاعتكاف ومشى معهم في حاجة أخيه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك امشي بتواضع بلا اغتيال ولا تبختر واقصد في مشيك تبسم في وجوه الناس ألق السلام على الناس رد السلام أمر بالمعروف إنهى عن المنكر أمط الأذى غض بصرك أسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يهدينا إلى أخلاق الإسلام إنه ولي ذلك ومولاه بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته